في هاد اليومين اللي خدمنا فيهم بلي بريسك نقولوا بلوس دو 50% تاع لي مالاد اللي قسنا لهم الضغط الدموي سبناه مرتفع، وما على بالهمش بلي عندهم الضغط الدموي. هذه حاجه الاولى، واحد اللي يكون على باله يقول لك طبيبه نتبع ما تخافيش، مي اللي تجي وتصيبي له لاتونسيون بلوس دو 15 ولا المينيما بلوس دو 10، واش معناتها؟ بروميرمون عنده الضغط الدموي وما على بالوش ديجا سي تان دي بيستا، لازم له كارديولوج ان افي كارديو بروميرمون يقيس له لا تونسيون ارتيريال لا بوزيسيون اسيز اي لا بوزيسيون دوبو، لازم لي دو. هذه حاجه الاولى. وحاجه ثانيه يدير له ليكوغرافي. واش معناتها ليكوغرافي؟ يشوف اسكو هذايا قديم الضغط الدموي هذا عنده قديم ولا جديد.